السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تشاهدون الآن السحابة الخضراء في سماء جدة. الآن سحابة مهيبة لم تشهدها جدة مسبقا. يبدو أن الحالة المطرية الكثيفة والغزيرة التي تشهدها مكة والمدينة المنورة وجدة بل السعودية بأكملها الآن لم تحدث منذ عشرات السنوات. ستستمر هذه الحالة المطرية الحقيقة لم أشاهد مثل هذه السحابة منذ سنوات طويلة، لكن السحابة تعتبر من أشد أنواع السحب في وقت الظهيرة والعصر على مختلف قوية جدا في السعودية. من الجنوب يقابلها كتلة مدعية باردة علوية يا رب العالمين متعمقة حتى السطح. نرجو من المواطنين عدم الخروج من منازلهم وتوخي الحذر والحيطة حفاظا على سلامتهم وسلامة الأردنيين وسلامة أهل السعودية وأهل السعودية وأهل السعودية. آمين يا رب العالمين. بلغت السيول في بعض المناطق آلاف الأمطار عذرا عشرات الأمطار في بعض المناطق وغطت سيارات بالكامل ودمرت بعض السيارات وراح تحيتها مواطنين. سحابة الخمرة في جنوب جدة الآن. بعض السيارات تدمرت بشكل كامل نتيجة السيول وارتفاع منسوب المياه إلى أمطار. سيول لم تحدث مسبقا في جدة والسيارات أغرقت بالكامل نتيجة ارتفاع منسوب المياه وبعض المنازل والبيوت. رجاء منكم عدم الخروج من منازلكم وأخذ الحيطة والحصر. ما شاء الله تبارك الله. لا تنسونا من عمل لايك للفيديو وتعليق واشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم.